لا أحد يستطيع أن ينتقد حزب الله عندما يستهدف مدنيين الآن، لأن هذا الكيان المجرم مغطى سياسيا من قبل الغرب بكاملة. لهذا لا نحفل، يجب بانتقادات الغرب. الآن كشف الموضوع بهذه الطريقة أيضا هو واحدة من عوامل توازن كبيرة جدا تحصل في الميدان وفي العمق، في العمق للمدن وفي الميدان عن طريق القوات البرية اللي هي ثلاث قوات تقاتل: نصر، عزيز، وأيضا بدر، والرضوان موجودة على مساحة أوسع من هذه القوات. يعني هو لحد هذه اللحظة الرضوان لم يتدخل أصلا. الرضوان تدخل في نطاق ضيق جدا جدا يعني، ولكن القوات الثلاث هي قوات المقدمة التي صحيح. الآن تقوم بفعل كبير جدا وعميق، أثخنته وقتلت طبعا. منه الكثير، وصممت مسرح العمليات على ضوء إمكانياتها وليس إمكانيات الخصم. أستطيع القول بأنها الضربة رقم واحد منذ تأسيس الكيان، الضربة رقم واحد الذي أوجعته وجعلت هذا الكيان في صدمة شديدة لم يصحوا منها على الإطلاق. يعني لغاية الآن هو في يعني في في, في وسط 7 أكتوبر كل أحاديث الصهاينة إذا كانوا ناس عاديين أو قيادات عسكرية أو أمنية أو سياسية، 7 أكتوبر فعلت فعلها في داخل هذا الكيان وحولته من مهاجم شرس إلى مدافع جبان.